محور المستشفيات الهندية تقوم بطرد 14 جريحا هناك بسبب ربما تعثر تحويل التكاليف العلاجية من قبل الحكومة الشرعية. للحديث عن هذا الموضوع ينضم معنا الدكتور شوقي الشرجبي وكيل وزارة الصحة. نرحب بك دكتور. أهلا وسهلا بكم. نرحب بك. إذن المعلومات تقول أنه تم طرد 14 جريحا من مستشفيات الهند، هل هذا صحيح؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أشكر القناة على تواصلها واهتمامها بالقطاع الصحي. نعم. الأمر الآخر، مسألة الجرحى تشعبت في كل محافظات اليمن وأيضا في دول المهجر، حيث أنه تم إرسال أو يتم إرسال الجرحى إلى معظم أو كثير من دول العالم، منها الشقيقة ومنها الصديقة. نعم. فيما يخص الجرحى الهند، هناك عدة بعثات أرسلت، بعثات من محافظة مارب، وجرحى أرسلوا عن طريق المنحة الإماراتية التي يشرف عليها معالي وزير الدولة هاني بن بوريك، والفئة الثالثة هي التي سافرت بدون على حسابها الخاص. نعم. المعنى من الكلام أن وزارة الصحة مغيبة، وأنا أقول ومسؤول عن هذا الكلام، مغيبة تغييب نهائي عن الإشراف عن الجرحى المرحلين إلى أول المسافرين للعلاج في خارج اليمن. يعني الآن وزارة الصحة يعني ليس لها أي سلطة يعني، وهذا الموضوع تم بغير التنسيق مع وزارة الصحة أم ماذا؟ نعم، دون التنسيق مع وزارة الصحة كل محافظة تقوم بإرسال جرحها دون الرجوع إلى وزارة الصحة. ولكن لماذا دكتور، يعني لماذا لم يتم إبلاغكم يعني أو التنسيق مع وزارة الصحة؟ الحكومة قامت ب يبدو من لغرض التسهيل، يبدو لأغراض لا أعلمها، بإعطاء الصلاحية للمحافظين وأيضا لمعالي وزير الدولة فيما يخص المنحة الإخوة المقدمة من الأشقاء في الإمارات العربية المتحدة، وعددها 1000 جريح ويشكرون على ذلك. إلا أن وزارة الصحة قامت بمتابعة الجرحى منهم المشاكل التي حصلت في السودان وقامت بحلها، وأيضا المشاكل والشكاوى التي حصلت في الهند الدفعة الأولى، وسافرنا إلى الهند كمتابعين للعمل الصحي بحكم المسؤولية وحلينا المشكلة. لكن ما زلت أقول أنه المفروض أن وزارة الصحة تكون مشرفة ومطلعة اطلاع عام على كل جريح داخل اليمن وخارجه. طيب بالنسبة لهؤلاء الجرحى المتواجدون الآن في الهند وتم طردهم من المستشفيات، يعني كيف يعني ستتعاملون مع هذا الموضوع، خصوصا أنه بعض المرضى يعني حالتهم خطرة؟ يعني لم تصلنا شكوى رسمية أو غير رسمية حتى شخصية إلينا من الإخوة، من هؤلاء الإخوة، وإن شاء الله تعالى عند وصول أي شكوى سنقوم بالتعامل معها بمنطق المسؤولية وبالشعور بمسؤوليتنا تجاه الجرحى، ولو أنه كما أسلفت وأوضحت أنه ينبغي أن تكون وزارة الصحة هي الوزارة الوحيدة المطلعة والمرسلة والمعالجة للجرحى الجمهورية كما يحصل في جميع دول العالم. نعم. طب هل هناك يعني اعداد معينه، يعني ارقام بالنسبه لعدد الجرحى التي تم افادتهم؟ يعني تتحدث انه هناك جرحى في الهند وهناك ربما ايضا في تركيا، هل هناك اعداد لهؤلاء الجرحى؟ يقصي الجرحى في اليمن تعد عشرات الالاف، وما يعمل للجرحى قليل جدا مقارنه بالكارثه المهوله التي تزيد يوما بعد يوم. فيما يخص الجرحى المرسلين، تم ابتعاث جرحى الى جمهوريه السودان الشقيقه، وعددهم اكثر يعني كبير لعده دفعات، دفعات من مركز الملك سلمان لكل المحافظات من المحافظات الجنوبيه للمملكه، ميدي وشروره، وهي دفعات متتاليه.
ثم دفعات من محافظة سعد، واليوم تلقينا الدفعة الثالثة موافقة بالدفعة الثالثة التي نشرف عليها وتتابعها وزارة الصحة في الجرحى إلى السودان. 98 جريح اليوم تم استلام الموافقة المبدئية، وخاطبنا الجهات الرسمية في محافظة سعد بتجهيزهم إلى السفر. أيضا فيما يخص محافظة مأرب، اليوم أيضا تلقينا عدد 53 جريح بالموافقة لتلقي علاجهم في السودان، وقد خاطبنا الأخ محافظ محافظة مأرب بتجهيز الجوازات سفرهم لتسفيرهم للسودان. يعني هناك يعني جهود تبذل لإرسال هؤلاء الجرحى لتلقي العلاج في الخارج، ولكن بين الفينة والأخرى يعني نسمع أن هناك مشاكل، يعني لعدم مشاكل مادية دائما لا يتم يعني تحويل هذه المبالغ المالية إليهم. يعني مثلا هنا الآن تتحدث الأخبار أنه سبب طرد هؤلاء الجرحى هو مماطلة مسؤول ملف الجرحى في مأرب وعدم تحويل تكاليف العلاج. دائما هي المشاكل المادية، ولا يوجد هناك ربما تعامل مع هذا الملف بشكل أحسن. كما أخبرت من خلالكم، لا ينبغي أن يكون مسؤول جرحى في مأرب بالخارج، ومسؤول جرحى في تعز بالخارج، ومسؤول جرحى في عدن بالخارج. ينبغي أن تكون وزارة الصحة ممثلة بالملحقيات الطبية والجهات الرسمية بين وزارة الصحة ووزارة الصحة في تلك الدول بتوقيعات رسمية وبروتوكولات موثقة حتى لا يضيع حقوق الجريح ويتوه. هذا أولا. النقطة الثانية، ينبغي على الإخوة في الحكومة وعلى والمحافظين والجهات الرسمية صب وتجميع ما يخص وزارة الصحة والجرحى في عمل وزارة الصحة. نعم، من ضمن اختصاصاتها. نعم، حتى تكون الجهة الرسمية والمسؤولة، يكون هناك جهة معينة بحيث يعني هي التي تتولى هذا الموضوع ومسؤولة عن نفسها ومسؤولة تحمل المسؤولية أمام الحكومة وأمام الله سبحانه وتعالى قبل كل شيء. نعم، إذا أنا أشكرك شكرا جزيلا دكتور شوقي الشجبي وكيل وزارة الصحة، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، نذهب إلى هذا الفاصل القصير ونعود.